الا تامنوا بالديمقراطيه نبداو بها من الاول ديالها حتى الاخر ديالها، يا تقدم تقدم يعني يعني الطلب او شكون اللي باغي ينضم تقدمنا بغينا ننضموا واش من عند شي واحد وتصوت لصالحنا، اذا في كاين الاشكال علاش يتلعب في المغرب؟ ما يكون قدموا الترشيح ديالكم، هادو ما قدموا الترشيح ديالكم ويتلعب في القاهره، شكون اللي غيمنع؟ حتى شي واحد ما غادي يمنع. هنا غتهضروا على الديمقراطيه وبان تقدمنا وبانه حنا درنا المسطره كما طلبها الكاف. ما صراحه كاين شي حوايج دابا لقينا بان المشكل هو ان النص ديال الملعب ما كانش فيه خاص، كان خاص فيه ديال النادي الجمهور ديال النادي الاهلي. على كل حال يبدو انه الملعب ديال الدار البيضاء شويه ولا تيخلع، ماشي ولا تيخلع، هو دائما كان تيخلع. يمكن الاخوان المصريين ملعب ما تيوافقهم شيء مع الفرق المغربيه، يمكن ولا هذا باش يخافوا تاع بانه ملعب اللي يلعب فيه تيترهب. غادي نذكر بالارقام الهاتفيه للتواصل مع المستمعين الكرام. الارقام ديالنا هي كالتالي: 0520 666 066، 0520 666 067، 0520 666 068. أعيد: 0520 666 066، 0520 666 067، 0520 666 068، أو للتواصل عن طريق الواتساب في الرقم الهاتفي اللي هو 0662 62 32 48. أعيد: 0662 62 32 48. بسرعة عندي واحد الإطلالة. سلام سي سعيد، دور الدين البيضاء. أول ما انتهت المباراة قلبت إذاعة الأهلي، واش قال واحد المقدم معاه لاعبين قدامى؟ قال مبروك للاتحاد الافريقي، قال هالشي اللي بغا وصلوا ليه، يعني المغاربه والكاف هما نساو سي سعيد بانه عام نكسات الكره المصريه، اولا عدم فوزهم ببطولات العرب وكاس افريقيا والذهب من كاس العالم وعدم فوزي بانديه الكاف والعصبه، وهنيئا للوداد. ما شوف انا تنقول لك اللي ما تيبغيش يخسر، ما شوف يعني شوف هذيك المباراه ديال السنغال تعرفي علاش بغاو التعاود؟ التعاود قال لك علاش؟ لانه ماني ما استقبلناه مزيان وصالح ما تستقبلش مزيان، وكانوا تيديروا الليزر مولا والليزر في العالم بيعسري كاين. اما واحد ما تيبغيش يخسر ما خسر، خص مبدئيا انا تنقول رجاء خصهم يتعلموا انهم يخسروا المباريات غير ما يخسروش بالظلم، ما انا بالظلم ما بغيت حتى شي واحد، ولكن راه تيعرفوا هما بانه هذه الامور كيفاش تتمشى. طيب رجاء الاخوان عفاكم غير نكونوا شويه مختصرين، كاين بزاف ديال الواتسابات غادي نحاول ندير قراءه في الاغلبيه ديالها. هنيئا للكره المغربيه في شخص فريق الوداد. اخي سعيد انا ترى حل الوقت للاعتماد على اللاعب المحلي وعلى البطوله الوطنيه لتشكيل فريق وطني، خصوصا ان عده لاعبين طرقونا. انا متفق معك، هذا موضوع غادي خصو يتناقش، غنناقشوا مستقبلا، لانه ما يمكنش يكون عندك جوج ديال الفرق في البطوله يعني ما فيهم حتى شي واحد خير من شكله، ولا فيهم حتى شي واحد خير من داك ما عرفتش سميتو علاكوش ولا شي سمي بحال هكا، كاين شي واحد ما تعرفوش اصلا، يعني ما راه حتى المدرب خصو يدخل شي فراسو يقول كيما كان الحال. واحد الوقت كنت قلت انا بانه لعابه البطوله المغرب تيلعبوا شي كره اخرى من غير اللي تيلعب حكيم، ولكن واحد الوقت يجي يقول بانه هاد الناس هادو راه تنتصروا على فرق اللي عندهم الاغلبيه ديال اللاعبين ديالهم هو الفريق الوطني. هذا موضوع اخر، خلينا في المباراه ديال باقي الوقت، تلعب المباراه ديال المغرب مع الامريكا ومن بعد نناقشوا. نمشي ناخذ السي شوقي من برشلونه. السي شوقي مساء الخير. السلام عليكم السي الشرقاوي. السي سعيد السي شوقي الشرقاوي. اسف انا شوف مكتوبه الشرقاوي قريت شوقي الله اعلم خذني انا. شكرا كلشي بخير السي سعيد. باقي ما نعسينش. ايوا الحمد لله كاعك. مرحبا. كنا بقينا البارح الاعصاب، ولكن الحمد لله ربي الحمد لله يسر الامور. مرحبا السي الشرقاوي. هنيئا لفريق الوداد البيضاوي وهنيئا لفريق نهضة بركان على تتويجه على الكره المغربيه. وصراحة البارح استمتعنا بالجمهور بالتنظيم بكل شيء صراحة، ما خلينا ما نقولوا لدوك الناس اللي تابعين المغرب على والو. الله يهديهم ويهدينا جميعا شي نطلبوا من عند الله. فالحمد لله زعما مباراة كانت في المستوى، تنشكروا المدرب السير الكراكي اللي دار الثقة في ذوك اللاعبين المحلي ديال البطولة الوطنية، حيت تنشوفوا الفريق يلاه فيه لاعب أجنبي حتى 11 لاعب. فالحمد لله هذه بادرة طيبة. راه أنت قلتيها دابا، كاين اللعابة اللي تما عندهم بلاصتهم في المنتخب الوطني، ولكن كما قلتي خصها موضوع كبير هذه. صراحة اللي ما عجبنيش البارح هو واحد شوية ديال
ما كاينش الروح الرياضي من بعض الاخوان المصريين في الفريق الاهلي اللي فريق كبير مثلا، حيت الكره هذه تتقبل الهزيمه والانتصار، كيفاش اللاعب يخرج ويروح الميداليه فهذه لا صراحه انا تيجي ظرف القلب تنشوف الاوروباويين كي تينهزموا تيصفقوا الاخرين والكره هي هذه، فمع الاسف حنا باقيين شويه بعاد على الروح الرياضيه. فمرة أخرى هنيئاً للفرق البيضاوي بالمجموع المؤهلة ديالو، ونتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم في المستقبل في حدابة تنشوفوا بين الوداد عنده المشاركة في كأس العالم الأندية العام الجاي، يكون عليه واحد الضغط كبير في الشامبيونز ليغ بزاف الحوايج، ما كرهناش إن شاء الله يكونوا تما حيت في هذه المناسبة السي سعيد خصك تكون طعم الفريق أحسن لاعبين. ايوا دابا خصهم يوجد دابا الان راه ولا هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين حيت تنظن دابا ان فريق الوداد البيضاوي ضروري شي لعاب راه غنشوف حالاتهم اخر الاخبار بان ضحك المسؤولين ديال الله يسرهم تيراقبوا اشرف داري. ما عرفتش شنو وقع دابا اللعاب بينوا على العتوده وما مشى في المباراه طول السنه طول السنه، فان شاء الله حنا فايقين في الركراكي في المدرب الوطني الحمد لله هو دار واحد العمل كبير كبير بزاف. الانسان المدرب اللي درس الفرق الخصم واحد الدراسه ما عندك ما تقول فيها. ويكون خير سير الشرقاوي بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك. ضروري ضروري انه الناس يعرفوا بانه الان وصلنا حنا ولينا بحال شي مستهدفين، خاصنا نهيئوا الفرق ديالنا ونقويوا البطوله ديالنا والفرق ديالنا تقوى، ماشي باش تقوى بعضياتهم باش يغلب شي، هذا ما فيه شك ما كاين حتى مشكل، ولكن حنايا تنذكروا على لما نجيو نلعبوا مع الاهلي ومع الترجي ومع الفرق كاملين خاصنا نكونوا حاضرين.